بيكم في نشرة أخبار بوابة الأهرام واللي بنغطي فيها مجموعة من أهم أخبار المحافظات خلال اليوم. 5 محافظات تعلن نتائج الشهادة الإعدادية. حريق يدمر محل تجارية في أسوان. محافظ بني سويف يبحث إقامة مشروعات في مجال الطاقة الشمسية وتخزين ثاني أكسيد الكربون. رئيس هيئة قناة السويس يبحث المشاركة في اجتماعات الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية. تأهيل 5 محطات مياه وصرف صحي بسوهاج.